معاكم شيف محمد الشمري من المطبخ الإيطالي، مع شيف بكر راح نسوي لكم بيتزا من إيديا. حياكم. بخلي لمساتي. يا سلام، بيرفكتو. مطعم صالة، هالمطعم الإيطالي اللي تو فاتح جديد في منطقة المنصور حي الداودي في بغداد. تعالوا ندخل داخل ونتعرف على المطعم مع بعض. يعطيك العافية. هذا هو شكل المطعم من الداخل، تشوفون كيف الديكور جميل، في جلسة فوق وجلسة تحت بعد. كيف طال عمرك؟ هالجلسة الحلوة هذه في الدور الأول، ما شاء الله تبارك الرحمن، حلوة جميلة يا جماعة، جميلة ما شاء الله. هذه هي سفرتنا عند صالة، أطباق الإيطالية، البيتزا والفوتوشيني والروزيتو. شوف ما شاء الله ترتيب عدل، وعندك هذا التيك أوي أو السفري بيجيك بهالطريقة الجميلة، ما شاء الله. عندهم شكله شهي. هذا هو الروزيتو. سلام. ما بقول البيتزا. صعدت على الجلسة اللي فوق عشان نجلس ونحلي، وأنا حبيت هالمطعم يا جماعة، جدا مريح، ترتيب عدل، كل شيء أوكي، بيرفكتو.